السلام عليكم. السلام عليكم، حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. إذا كان الأب مصر عليش، هل يستمر لابني معاه؟ أبو لا يصلي؟ يصلي و ولكنه يغش. يغش؟ نعم. يغش في الميزان ولا يغش في النوع ولا يغش فيه؟ يكذب على الزبائن. يكذب على الزبائن. طيب والسؤال؟ هل يستمر لابني معاه؟ أنت كبير السن عاقل؟ نعم. انصحه، إن أبى فارقه، لا تأكلش من طعام اللي بيغش فيه الناس كوسيلة زجر. نعم.